بنص جنيه. فور هاند بنص جنيه. انا بحلف بالله. وما تحلفش بالنبي؟ لا بحلف بالله. عايز ابيعها. وهبيعها ب 10 جنيه وهي على نفس الجنيه. هحلفه ب 100 جنيه لما اجيبها ب 9 جنيه. وانا بحلف كده. صح. الناس بتقول لك اللي بيحلف يمين في البيع كده مغفور وذنبه يعني. لا 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 الكلام ده مش صحيح. الكلام لا لا الكلام ده الكلام ده صحيح. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على ده. قال المنافق سلعته بالحلف الكذب. ده احد الثلاثه الذين لا يشمون رائحه الجنه. بس خليني اقول لك، انت ما زلت بتشوف الناس وهي بتبيع وبتشتري بتحلفوا بالنبي. البياعين كلها بتحلف. البياعين كلها بتحلف. البياعين كلها عامه بتحلف. انت ما بتحبش تحلف بالنبي عشان مقام النبي بتحفظ مقام النبي؟ عالي طبعا. طبعا. فما بتحبش تحلف. وربنا مقامه عندي برضه اعلى من النبي. طبعا بلا شك بلا شك. بس لما بحلف بالله بكون صادق في كلامي. طيب. لكن ما بتحب، لكن انت شايف ان الناس ما زالوا حتى الان بيحلفوا بالنبي. بيحلفوا بالنبي سواء كانوا صادقين او كانوا كاذبين. وانت لما بتحس، انت لما واحد بيحلف بالنبي بتشوف في عينيه اذا كان صادق واذا كان كاذب. وعامه اي بياع بيشتغل بيحلف بالنبي كده. ليه بس كده؟ ما ممكن يكون بيحلف كده صدق. بيحلف كده لان هو اساسا عايز. وعايز عنده مصلحه يعني. يعني عايز مكسب. صحيح. عايز عن طاقته يعني. عايز مكسب ايه يعني؟ عايز لسه مثلا في فنان مكسب فيها 20 جنيه مكسب. صدقت. ولذلك رسول الله حذرهم قال لهم خلوا بالكم ما تعملوش كده وما تحلفوش كتير. نعم صح. انت بتبيع المسك وبتبيع العطور. ربنا يعطر حياتك ويخليك ان شاء الله ويجعلك من اهل الجنه ويفتح عليك. سمعتها كتير، بس المفروض يحلف مثلا بالله وما اصلا ايه يقول لك صدقني. يعني كلمه صدقني خلاص. احنا بنقول بلاش نحلف باي حاجه غير بالله بس. المفروض دي حاجه غلط مش صح عندنا. المفروض الواحد يحلف بالله يا يصمت. مفيش الا هو ربنا وبس، ولا بعديه ولا قبليه. هو ما يقصدش يحلف بالنبي على انه اكتر من ربنا ولا حاجه. هو صحيح انا اعرف ان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. المصريين ما فيش يمكن عباره ولا كلام الا وتلاقيهم بيقولوا النبي. فيجي بعض الناس يقولوا لهم لا ما تقولوش النبي وقولوا لا اله الا الله، متصورين ان دوت نوع من انواع الشرك. هل ممكن اي صله بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن الشهاده ممكن تكون فيها شرك؟ كلام مش صحيح. صحيح الائمه الثلاثه الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، وكمان قول عند الامام احمد بيقولوا بعدم انعقاد الحلف بالنبي. بس عدم انعقاد الحلف مش معناه ان هم لم يجعلوا الحلف بالنبي ينعقد لانه شرك. صحيح قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، لكن ما حدش قال ان الحلف بالنبي شرك. لان الحلف عشان يكون شرك لازم تكون بتعبد من تحلف به حتى يكون شركا. اما اذا ما كانش ده فيكون هو بينعقد ولا لا ينعقد. يعني ايه ينعقد؟ يعني الحلف ده اذا واحد حلف به يترتب عليه الاحكام بتاعته. يعني اذا خالف الحلف ده يبقى حنث وعليه كفاره اليمين. هو ده معنى اليمين ينعقد ولا لا ينعقد. اذا كان اليمين لا ينعقد لا تترتب عليه احكامه. بس خلي بالكم الإمام أحمد قال إن الحلف بالنبي ينعقد. فلما سألوا الإمام أحمد زي ما في رواية ابن عبد الله عنه، لما سألوه طب ليه الحلف بالنبي ينعقد؟ قال لأنه ركن الشهادة. إذا المصريين لما كانوا بيحلفوا بالنبي كانوا عايزين يعيشوا حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحلف بالنبي كيف يكون شرك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يهمعون.